في اي مناسبه تونسي ولا يعمل كيكه يلقاها حل. تو عطلوه يتسمى الفاتوره معني تدخل لي بعد 3 موا باش نخلص معناها ما نجمش نخلص انا اسبيس فهمتني ما نجمش نخلص دونك نعطي دي شيك مؤجل دونك شي اثر عليا انا كيونيتي صغيره باش ياثر عليا شنو الانتيري ملي القانون اللي بدلو هكا علاش الانتيري معناها باش خايفين من العقوبات ولا من سير كيبدا ما عندوش ولا علاش عملوها جديده فهمتش الانتيري علاش تحطت ماهوش قرار صايب معناها باش نعطيهم شيك وقت لينا المونطون مازال فهمتني عندي فلوس باش تجيني معناها باش تدخل لي للكونت اما الون تيرم فهمتني انا عطيتو شيك في ليزيشونس معينين معناها هذا مش يمنعني ماك ليزيشونس هذمك يا خويا اش باش نقول لك هو من هنا يسرح ومن هنا يوحل كما نقول باش يكثرها بالشيكات ما زاد باش يوحل باش يمشي للحبس ويلقى ما نجمش يقضي قضيته مش تولي الحكايه معناها ماستر فهمت مع غلاء المعيشه تصور اللي هذا قرار صائب توا لا ما ظاهر لي ما نعرفش ما ظاهر لي ماهوش قرار صائب فهمتني هو كان يعاون برشا التوانسه في الحكايه هذيا يشري فريجيدير تلفزه ما نعرف شنو يخلصها على مرتين ثلاثه فهمتني يعاون اوكي كبار شفت معناها شنو هو الانتيري ملي القانون اللي بدلو هكا علاش الانتيري معناها باش خايفين من العقوبات ولا من سير كيبدا ما عندوش ولا علاش عملوها جديده فهمتش الانتيري علاش تحطت اي علاش تعمل القانون هذا بكري كانوا مسهلين تو علاش هذا شنو خليهم يرجعوا معناها القرار هذا ما فهمتش شنو معناها الفايده منه علاش احنا فقر مغلف كما قولها معناها فهمتني فقر مغطينه برشا الفقر نتاعنا ما يتراش فهمتني اما كان جيل واحد يبر باش يحل الفيستا نتاع انسان باش يزيد تخرج الريحه الكل خاصة بو العائلة توا كان يسكر به حتى في الأدوات المدرسة. أي مناسبة هو يتعامل به مش حتى أدوات برك، في أي مناسبة تونسي ولا يعمل كيكة يلقاها حل. توا عطلوه يتسمى. القانون الجديد نتاع الشيكات يراعي الواقع التونسي ولا؟ مش برشا معناها ما يراعيش برشا خاطر بلافوني معناها لي شيك فهمتني؟ فما باش يعطي مثلا باش يشري عقار ولا حاجة باش يعطي شيك أكثر من المونطون هذاك. يحدني مثلا أنا عندي كونترا باش أنا سجلته فهمتني؟ يعطيه دي مونطون 10 ملايين و20 مليون اليوم موجودين في الكونت وأنا دي مونطون آخرين أكثر من العقار اللي عندي. معناها باش نعطيهم شيك وقت لينا المونطون مازال فهمتني عندي فلوس باش تجيني معناها باش تدخل لي للكونت اما الون تيرم فهمتني انا عطيتو شيك في ليزيشونس معينين معناها هذا مش يمنعني ماك ليزيشونس هذوك الحشه والطبقه المتوسطه ومش حتى هما كهوا معناها حتى معناها كيما نقولوا اصحاب المشاريع الصغرى معناها فهمتني الكلهم يعتمدوا على لي شيك فهمتني انا كصاحبه مشروع صغير مثلا باش نمشي اموري في الخدمه باش نعطي دي شيك بإشيونسي فهمتني وقت لينا غيالمون مازلت ما عنديش معناها فلوس في الكونت فهمتني معناها هنا باش يعطلني انا في الخدمه ما عادش نجم نقدم فهمتني هذا اللي راه معناها مستوى الاقتصاد ليكونومي اها كيفاه على مستوى الاقتصاد الشركات وعديد القطاعات ويعتمدوا على هذايا معناها على الشيكات الخلاص المؤجل ما بيان سور يعتمدوا على الخلاص المؤجل الوضعيه الاقتصاديه القانون الجديد ولا لا انا قلت لك انا مثلا كي عندي معمل صغير فهمتني نعمل اكسبور نتاع يونيتي نتاع سباب فهمتني نخدم بالشيكات فهمتني نخدم بالشيكات في القديم الخلاص المؤجل كي ملي فورنيسور نتاعي وعندي دي مارشي اكسبور فهمتني الفاتوره معناها تدخل لي بعد 3 موا باش نخلص معناها ما نجمش نخلص انا اسبيس فهمتني ما نجمش نخلص دونك نعطي دي شيك مؤجل دونك شي اثر عليا انا كيونيتي صغيره باش ياثر عليا